الله يعطيكم العافية. اليوم أول يوم بعد العملية، الحمد لله يعني قايم بنشاط. في ألم، الألم الاعتيادي لكل العمليات اللي من بعد التخدير، اللي هو يعني توابع التخدير من ألام في الصدر أو كحة، من هذه الأمور البسيطة. غير كذا لا، بالعكس مشيت وابتديت أمشي وصرت أروح الحمام لحالي وكل شيء أوكي، الله يعزكم. ولحد الحين يعني متحمس في انتظار النتائج. جربنا احنا في خسارة الوزن من الرياضة، بس الحين نشوف خسارة الوزن مع العملية ايش يصير، وتشوفوا النتائج ولنا تعليق على النتائج. ما كان مشكلة؟ ما في أي مشكلة لحد الحين. الشباب ما شاء الله عليهم اللي في المستشفى، يعني على أكف من الراحة. حتى إذا بحك خشمي يجونهم يلحقون لي، مدلعيني آخر دلع. الله يعطيهم العافية، ما قصروا.